very, very happy to have Team Oman here. نحن سعداء بتواجد عمان بيننا هنا، وهم يعتبرون من أهم الفرق التي أعجبنا بعروضها خلال المنافسات، وأعتقد أن حضور عمان شيء ممتاز ووسيلة جيدة لدبلوماسية البلدين، كما سيتمكن الأمريكيين من التعرف على العمانيين أكثر. وقدم الفريق العماني في مسابقة تحدي الابتكارات روبوت آلي يساعد على توفير الحلول للوصول إلى المياه النقية الصالحة للشرب، حيث أثبتت أنه مصدر سياسي واجتماعي قوي بين الأمم حول العالم، يمكن الشعور بتأثيره في أي مكان من جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عندما أجريت المقابلة مع الفريق العماني بشأن المسابقة، اتضح لي أنه جدا متجاوب، واكتشفت أنه من ذوي الاحتياجات السمعية، حيث استطعنا أن نتواصل بطريقة جميلة وعبر لغة الإشارة بفضل المترجم. أؤكد لكم أن لدى أعضاء الفريق دراية جيدة بمهمتهم وسيقومون بها على أحسن وجه. أنا مش حاضر أشوف فريق أكثر، أكون في فخور أكثر من فريق عمان بسبب الإعاقة اللي عندهم. أنا كواحد كمان من الحكام شفت إن قد إيه الحكام بيتكلموا على قد إيه الفريق برغم الإعاقة بتاعتهم. They're doing a great job. هذا الإنجاز اعتبره الجميع إبداعاً في حد ذاته وموهبة أبرزت مدى قدرات أعضاء الفريق الذي استطاع التأهل إلى نهائيات المسابقة، كما أنه يعتبر الفريق الوحيد من أصحاب الاحتياجات السمعية المشاركة في هذه المنافسة. أشكر صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، طبعاً كل من يساند الصم ويرقي بمستواهم إلى الأعلى، وأشكر أبي وأمي كذلك. وأكد المسؤولون على أن هذا الملتقى له الكثير من الأهداف، أهمها اكتشاف المواهب وتشجيعها، وأيضا إبرازها محليا وعالميا ومواكبتها من أجل الاجتهاد وتحقيق مزيد من التميز في العديد من المجالات. هذه المشاركة المميزة ما هي إلا دلالة واضحة على حجم الجهود المبذولة من قبل السلطنة لمساعدة هؤلاء الشباب.